السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم على البومبه ديال البير. هذا البير التقليدي فيه 35 متر ديال الغرق، وفيه واحد 12 متر زدناها بالصولده الدقاقه، يعني ديك الصولده العاديه ماشي البريمه. المشكل اللي عندنا اليوم هي هاد البومبه هادي صبحات ساكته، سكتات ملي جينا نقلبوا السباب، قلبنا الضو واش واصل ليها ولا ما واصلش ليها، لقينا الضو واصل ليها، كلشي الديفو منها هي اللي ما كتطلعش الماء. صافي، وحنا نجبدوها من البير انا والمدير ابراهيم، وبدينا كنحلوا فيها. فرقنا الموتور على التوربينه، كان ملي فرقنا الموتور على التوربينه سينا الموتور خارج من البير، كيخدم عادي، كيدور بواحد السرعه مزيان. المهم حسينا بان ما منوش المشكل، عاود مونطينا، عاود سديناها. هذا اللي كتشوفوا في يدي هذا راه الفلوتور، الا كان هابط كيسكت، الا عليتو هكا الفوق كديماري البومبا، كيكون في البير لتحت باش هو اللي كيسكت البومبا. المهم ملي شدينا واحد، درنا واحد البرميل صغير عمرناه بالماء وجربنا به البومبا. انتم غتشوفوا معنا كيفاش الطريقه، كيفاش درنا ليها باش تفهموا الطريقه اللي درنا باش نتاكدوا مزيان. من بعد ما درنا البومبا في هذا السطح اللي غادي تشوفوا ما كتخدمش، كنخرجوها من الماء كتخدم. احنا وحنا نفهموا لقينا المشكل فاش كاين في الموتور حيت قاسوا البوراج ولا فيه بحال الصدفيات، يعني راك عارف دوك الطبيعه ديال الصدى دايرين دير بحال الصدفيات. صافي فهمنا بان راه هو اللي منه مشكل، حيت علاش ملي كنديرو في السطل ما كتخدمش، ملي كنخرجوه برا كتخدم. هذا هو البرميل فاش درنا، عمرناه الماء مزيان وجربنا فيه البومبا. وشنو هو اللي قلت زعما باش تستافدوا معايا في هذه القضيه هذه، هي المشكل باش وقعنا احنا في هذه البومبا كانت هابطه عندنا في الغيص في القاع ديال البير. واللي بغيت ننصح به الناس هو اللي عنده شي بومبا ديما يخليها بعيده على القاع ديال البير، مع المده اي بير كيجمع واحد تيبدا يهبط فيه التراب ولا وسخ، ومع المده كيتكون غيص وكيوصل البومبا الا كانت قريبه ليه. هي من الاحسن بنادم يكون ديما مطلع البومبا على الاقل متر ومتر ونص حتى لجوج الا عنده العمق مزيان وعنده الماء مزيان، ماشي مشكل. المهم من بعد اللي لقينا الديفو في الاخر، جبنا موتور جديد لهاد البومبات الطرف التحتاني اللي كتشوفوا في هاد البومبا اللي بان لكم، بدلناه. هاد البومبا اللي كتشوفوا قديمه، هادي بيدرولو ماركه معروفه، ولكن الموتور اللي جبنا ليها موتور ديال تركيا، واحد الموتور تا هو ماركه صادقه، تقريبا هو بوحدو كيدير شي 1400 ولا 1500 بحال هكا باش تقريبا خديناه. كاين البومبات اللي رخاص وداكشي كومبلي ولكن تيكونوا عيانا في التيراج ودغيا كيخسروا، هادو لا ما كيخسروش. هذا بعد البيدرولو ما كيوقع لها حتى شي مشكل، كل ما كانت حنا في الغرق، حيت هي ملي كتكون في الغرق الموتور تيبقى يسخن وكيصدي ولا كيبوري ولا شي حاجه. اما الا كان لما كانش قيس الغيص ما توقع عليها حتى شي حاجه. هادي ديك لاجيكس اللي كيلاقيو بها الخيوط، هي اللي دار دابا باش بالسخون. كتشوفوا هنا ركب هنا غيركب داك الكونتاتور، وهاد سميت هاد الكونداساتور. علاش؟ هي حيت هادي كتكون حدا الطابل ولا هي على داكشي، حنا ما دايرناش حيت عندنا المسافه بعيده. عندنا الطابل وحنا في الدار، ملي كنخدموا هاد البومبا كنشعلو ونطفيو من الدار. هنا دايرين هادي هنا حدا البير باش ما يمشيش عندنا الخيوط بزاف مدوبلين، وما عندناش المشكل. كديماري كتادي عندنا الفلوتور في البير، الا وكح البير كيقطع راسو
وعندنا في السيتيرنا، الى عمرات السيتيرنا عاود تاني الماء الكافي كيسكت البومبا، يعني ما عندناش اشكاليه في هذا الشيء. واحد مثلا يقول لك لا ودي هذه راه ما خاص ضروري الطابل ولا شي حاجه، الطريقه هذه خدامه مزيان وعندنا زعما مده. حنا عندنا جوج ديال البيار، هذا البير البلدي التقليدي وهاد البير ديال السولدا. دابا واحد الوقيته نهضر لكم على البير ديال السولدا وعلى على البير التقليدي. المهم دابا حنا غنهبطوا البومبا في البير وغادي تشوفوا اول البير كيفاش داير. هذا واحد الوقيته نهضر لكم على هذا البير علاش حفرناه بعيد على الدار، ونهضر لكم على البير ديال السولدا والتجارب ديالنا مع عمالين السولدا مع السوريين ومع المغاربة، وتشوف البير زعما راه سخراتي لا على حسب بنادم اللي يبغي يحفر البير ولا شي حاجه كيتوكل على الله ويحفر وكيكون غير الخير. في الجم سمعتها سمعت يلا. تنتمنى اللي تفرج في الفيديو وبغي شي استفسار ولا شي حاجه ممكن، واللي غيدير لنا الديزلايك يقول لنا علاش دار الديزلايك باش نعرفه باش نصلحه كما كنقول ديما، باش نصلح داكشي اللي خطأت فيه. وكاين اللي ما غا اللي وكاين الناس اللي غادي يديروا شي تعاليق زوينين وداكشي كنشكرهم بزاف، وتا اللي تيديروا لنا الديزلايك غنشكرهم، ولكن ما كرهتش يقولوا لي علاش داروا، شنو هو، واش الكاليتي التصوير، واش التعليق، واش الطريقه اللي خدمنا بها ماشي صحيحه. حيت كنلقى شي واحد داير ديزلايك ما كنعرف على ما كنعرفش علاش. بحال دابا مثلا كيكون عندي شي فيديو على الزراعه ولا شي حاجه ما كنعرفوش على الزراعه ولا على التصوير ولا المهم واحد يحدد ما فيه. بس شكرا لكم كاملين، بارك الله فيكم.